السلام عليكم طلاب. لما عندكم رسم وتيدون تخلون ضمن التقرير او غير التقرير مثل ما سويت فيديو سابق، انتو عندكم مثلا هذا الرسم انتو سيفتوه على شكل دراونج، بعد ما سيف على شكل دراونج ممكن تسيف على شكل ايميج كصورة، تروحون بس من يم الفلوبي هذا صفه اكو مثلث اكو شيء اسمه سيف از، وممكن نفس اللي عايز توصلوله من قائمة فايل سيف از، اروح للسيف از واختار بدل ما دراونج حاليا ممكن اختار انزل القى شيء اسمه جي بي اي جي اللي هي صورة ايميج، اسيف على شكل ايميج، انطي سيف، راح القى هذا الرسم نفسه موجود على شكل صورة. بعد ما كملت هذا ممكن اسيفه ايضا على شكل بي دي اف نفس الطريقة، اروح سيف از ومن هنا اختار بدل ما اختاريت على شكل ايميج ممكن اختار على شكل بي دي اف واسيفه ايضا على شكل بي دي اف. حاليا بي دي اف لازم تجمعون اكثر من بي دي اف بي دي اف واحد، ما اريد الشغله تصير معقد عليكم، سووا على شكل ايميج وبعدين جمعوهم بي دي اف واحد، اسهل لكم واوضح بالنهايه. شكرا جزيلا.